السلام عليكم ورحمة الله. الشباب كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا التمرين رقم جوج اللي هو عبارة عن وطني 2017 الدورة الاستدراكية. دونك نقراو المعطيات. يحتوي الصندوق على 10 كرات لا يمكن التمييز بينهما باللمس. دونك هذه القضيه هذه شرحناها بلوزيغ فوا. سافيو دير فاش كندير ايديا فداك الصندوق ما يمكن لياش نعرف هذيك الكره المحتوى ديالها واش حمراء ولا خضراء ولا الرقم اللي فيها صفراء ولا زرقاء هي من خلال اللمس. يعني خاصني حتى نخرج هذيك الكره ونشوفها عادي يمكن لي نعرف اشنو فيها. دونك هاد العشرات ديال الكواري ديجا يعني حطهم ليا هنايا في هاد الصندوق هذا. اشنو عندنا؟ عندنا 5 ديال الكواري بيضين، يعني 5 ديال لي بول بلونش، 3 ديال الكواري حمرين، يعني 3 ديال لي بول فيغ، عفوا غوج. عندنا 2 ديال الكواري خضرين، يعني 2 فيغ. ديجا ارسم ليا هذاك الصندوق، ارسم ليا هذوك الكواري. ضروري في الامتحان الوطني في الوسخ ارسم بحال هكا باش يسهل عليك انك يعني تجاوب على التمرين. من بعد قال لي نسحب عشوائيا وفي آن واحد 4 كرات من الصندوق. دونك قلنا هنايا السحب عشوائيا جميع الثمانية الاحتمالات تكونوا عشوائيا. دونك اشنو قال لي هنايا في آن واحد يعني دقة واحدة. دونك حنا عندنا في آن واحد اللي هي يعني دقة واحدة سافيو دير بينا نخدم سيميلتانيمون اللي هي السي. شحال بينا ناخدو 4 ديال الكواري وشحال عندي اون جينيرال؟ عندي 10. يعني الكاردينال اوميغا هو هذا بلا ما تستنى انك يقول لك حسب لي هذاك الكارد اوميغا. دونك قال لك نسحب عشوائيا في ان واحد 4 كرات من الصندوق صافي دي غدا هو الكارد اوميغا. دونك اول حاجه غادي نجيو نحسبوا الكارد اوميغا. يا بسم الله الكارد اوميغا قلنا غادي نخدموا بالسي. دونك السي شحال بينا ناخذ؟ بينا ناخذ 4. شحال عندي اون جينيرال؟ عندي 10. ها هي ايغال. دونك خاصك تعرف تتعامل مع الكالكولاتريس. تخد يعني الرقم الكبير هو الاولاني 10. هي طلعت عندي 10. كنكليكي على ان سي ار كنقلب على اما تكون هنايا ولا تكون هنا. كليكي عليها هي ان سي ار طلعت لك السي. شحال بغيتي تاخذ؟ 4. دونك ها هي 4 ايغال 210. ها هي 210. نعم سيدي ضروري تحسب هذا الكارد اوميغا. دابا عاد نجيو نحسبوا هذوك لي زيفينمون اللي عندنا في التمرين. اولا نعتبر الحدث ا. دونك عندنا ليفينمون ا. شنو كيقول لي هاد ليفينمون ا؟ من بين الكرات الاربع المسحوبه توجد كره واحده فقط خضراء. يعني عادي نمشيو لهذوك الخضرين. ديجا حنا رسمنا رسم لينا هاد الصندوق بلا ما نعاود نرسمو. دونك فينا هما لي فيغ؟ دونك عندنا 2 ديال لي فيغ. شحال بينا ناخذو؟ بينا ناخذو وحده. دونك غادي نجي هنايا ندير بي بي ديال ا بي ديال ا كيساوي هو اش؟ هو كارد اوميغا عفوا الكارد ديال ا على الكارد ديال اوميغا ايغا. دونك شنو حنا بغينا؟ بغينا وحده خضراء. دونك غادي ندير هنايا السي واحد الخضرين شحال؟ 2. دونك حنايا شحال سحبنا؟ سحبنا وحده. اون جينيرال شحال كنسحبو؟ كنسحبو 4. هادي راه 4 يعني خاصني مازال يعني كنكمل بالضرب. دونك السي 3 من داكشي الاخر اللي بقى الخضرين حيدوا منهم وحده كاملين. شحال بقات؟ بقات 8. علاش؟ حيت الصندوق فيه 10. حيدتي 2 خضرين بقات عندك 8. ها هي مقسمه على 210 ايغال. دونك نجي نحسب هادشي في الكالكول. دونك 2 ان سي ار 1 مضروبه في 8 ان سي ار 3 تساوي 112 على 210. شحال عندي في أ؟ 8 على 15. نجي نحسب هادي. دونك 112 مقسمة على 210 تساوي 8 على 15 تساوي 8 على 15. ما كيعنيش أن الخارج اللي عندنا خطأ، لا، يلا عاود اختازل باش تلقى الخارج. هي نفس القضية. دونك غادي نمشيو ليفينمون بي. دونك ليفينمون بي شنو قال ليا؟ من بين هذوك الكرات الاربع المسحوبه دونك هذوك الكواري دوك لي بول اونتيغ 4 بول اشنو عندنا؟ توجد بالضبط 3 كرات من نفس اللون. يعني هذوك لي بول اللي بغيتي تيري نتايا شحال كتاخذ؟ كتاخذ 4. دونك 4 هما 4 ديال لي بول اللي كناخذو. اشنو قال لي هنا؟ قال لي نعم سيدي فيهم 3 ديال الكواري من نفس اللون. يعني
غادي نمشي نشوف الكواري اللي عندي هنا والالوان اللي عندي اللي يمكن لي ناخذ منهم ثلاثه. دونك الخضرين عندي جوج، ميمكن ليش نسحب ثلاثة بيت نحيدها. غادي نمشي للحمرين، شحال عندنا الحمرين؟ عندنا ثلاثة، دونك واحد جوج ثلاثة، يمكن لي ناخذ ثلاثة حمرين، يعني غادي ندير غوج اغ اغ اغ، والرابعة بتكون اغ باغ، ما شغلناش حنا تكون اي لون. غادي نمشيو لاش البيضين، شحال من كره بيضه عندي هنايا؟ عندنا اربعه، شحال بينا ناخذ ثلاثه؟ يمكن لي ناخذ ثلاثه من اربعه، ممكن، يعني غادي ندير بي وبي 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 باغ، صافي هذا هو اللي كاين. بالنسبه للخضرين ما يمكنش، حيت عندنا جوج خضرين، دونك غادي نجي هنايا وندير بي ديال بي ايغال، دونك عندنا اما هادي اما هادي، يعني بندير زائد هاي على 210. عندنا اما ثلاثه حمرين وحده ماشي حمراء، ولا ثلاثه بيضين وحده ماشي بيضاء. دونك غادي نمشيو للحمرين، شحال بغيت ناخذ؟ بغيت ناخذ ثلاثه، دونك ثلاثه الحمرين نورمالمون. شحال كره حمراء عندي؟ عندي ثلاثه، ثلاثه حمرين، هي ثلاثه من ثلاثه مضروبه في السي واحد من داك الشيء اللي بقى. حنا شحال عندنا؟ عندنا 10، بلا نحيدو ثلاثه بتبقى لي سبعه. بان ناخذ عاود ثاني نمشي لبيضين، شحال بغيت ناخذ؟ ثلاثه. شحال من كره بيضه عندي هنايا؟ عندنا اربعه، هذه مضروبه في السي واحد من داك الشيء الاخر اللي بقى، 10 حيد منها اربعه بتبقى عندنا سته تساوي. دونك نحسب هذا الشيء بالكالكيو دقه واحده كل شيء. دونك ثلاثه من ثلاثه، ثلاثه ثلاثه مضروبه في سبعه، واحد تساوي هي سبعه. دونك هنا عندنا سبعه زائد، دونك هنا ستة في واحد هي ستة، وربعة إن سائر ثلاثة تساوي ربعة، ربعة في ستة اللي هي 24 على 210 تساوي. دونك كنعتذر، هنا عندنا واحد الخطأ. دونك ثلاثة ديال لي بول في هاد اللون بيضين، وما أصلا كاين خمسة، يعني بين ندير هنا خمسة وبقات عندي هنا خمسة. كنعتذر هاد الخطأ، عرفت فاش حسبنا هنا؟ عطاتنا 31 ناقص 8 على 110، ما عطاناش نفس الريزولت. دونك نحسبو هنايا ثلاثة، هنا بتبقى عندنا سبعة، نحسبو غير هذا، خمسة من ثلاثة إن سائر ثلاثة مضروبة في خمسة إن سائر واحد تساوي 50. دونك هنا بتكون عندنا 50، 50 زائد سبعة هي 57 على 210 تتساوي. نشوف واش فعلا الا درنا الاختزال بتعطينا هاد النتيجه ولا لا. دونك غادي نجي للكالكول، 57 هي 57 بلا نقسموها على 210، 19 على 70 نفس النتيجه، 19 على 70 مزيان. دابا غادي نمشيو لابارتي الثانيه اللي قلنا كتكون تقريبا في لا بلوبار ديال التمارين اللي كيكونوا في البروبابيليتي. دونك اشنو عندنا في لابارتي الثانيه؟ وبزاف الناس طلبونا على هذه القضيه هذه ونعاودو نشرحوها. غادي نعاودو نشرحوها هذه القضيه ديال اكس اللي هو المتغير العشوائي بشويه عليك هنايا. اسمع اشنو عندك هنا؟ قال لي اللي يكون اكس المتغير العشوائي، عندنا واحد اكس مجهول فاريابل، مزيان مالو، الذي يربط كل سحبة. ضروري خاصك تعرف هذاك اكس باش متعلق، راه شرحناه بزاف المرات ولكن انت ما كتركزش. ركز مزيان فاش تنقول لك قرا هذه الجمله وشوف هذاك اكس باش متعلق، راه اون فوا تعرف هذا اكس باش متعلق صافي راه سهل عليك. كل سحبة الذي يربط، يعني شكون هو هذا اكس اللي كي عنده علاقه، عنده واحد الغولاسيون مع علاش؟ مع هذوك لي بول لي تيغي. كل سحبه بعدد الكرات الخضراء المسحوبه، رد البال. دونك هنا عندنا داك اكس عنده واحد الغولاسيون مع لي بول فيغ، ولكن هذيك هذوك الكواري اللي تيريتي ماشي اللي بقاو، يعني دوك لي بول فيغ لي اونتيغ ماشي لي غيست، يعني كاين فرق بين هذوك اللي تيريتي وهذوك اللي بقاو. دونك انت اون جينيرال شحال من الكره كتسحب؟ كتسحب نعم سيدي ربعه، ها هما ربعه ديال الكواري. شحال يقدر يكون من كره خضراء؟ شحال من كره خضراء عندك هنا؟ عندك نعم سيدي جوج، يعني يقدر يكون عندنا جوج خضرين في في، وهادو شغلهم هذاك في باغ في باغ،
يعني في هذه الحالة اكس كتساوي جوج، ولا تكون عندنا وحدة خضراء وهذوك الاخرين كلهم في بار في بار في بار، ولا ما تكون عندنا حتى شي كرة خضراء، يعني في بار في بار في بار في بار. يعني فاش كتكون عندنا في بار صافي جو ما كاينينش هذوك لي بول فيغ، يعني اكس كتساوي زيرو، هنا اكس كتساوي واحد وهنا اكس كتساوي جوج. هذا هو المعنى ديال هذوك القيم ديال اكس، حنا شرحناهم. نجيو نشوفوا لي كيسيون. قال لي يبين ان بي ديال اكس كتساوي جوج هي جوج على 15. اجري هنا اشنو هي اكس كتساوي جوج، يعني عندنا جوج خضرين واللي ما باقي من داكشي الاخر، دونك غادي نمشي للخضرين. شحال عندنا حنا من كره خضراء؟ عندنا جوج، يعني اش يعني بي ديال اكس كتساوي جوج يساوي بيت ندير سي جوج من جوج، يعني سحبنا جوج ومن الخضرين كاينين جوج، ها هي مضروبه. شحال خاصني؟ خاصني جوج اخرين، ها هي جوج من داكشي الاخر اللي بقى. شحال من كره عندنا اون جينيرال؟ عندنا 10، حيد منهم جوج خضرين بتبقى 8، ها هي مقسمه على 210، خاصك تعطيك جوج على 15. نحسبوا هادشي هذا، دونك 8 ان سي ار جوج مضروبه في جوج ان سي ار جوج تساوي 28، ها هي 28 على 210. وندير الاختزال، كاين اللي كيسحبوا هاد النتيجه ماشي هي هادي، لا سير الاختزال. دونك 28 قسمتها على 210 ها هي 2 على 15، اي نعم سيدي 2 على 15 ها هي تساوي 2 على 15 ونفس النتيجه. مزيان، ها السؤال الاول حيدناه. السؤال الثاني، حدد قانون احتمال المتغير العشوائي. هنا طلب منك باش تحسب ليه لو لوا ديال هاد الفاريابل الياتوار، ماشي تعطي ليه هادوك لي فاريابل، لا ماشي زعما تعطي هادوك لي فالور ديال اكس، لا تحسب ليه لا لوا ديال شاك فالور. يعني انا حسبتي اكس كتساوي جوج، حسبتي لا لوا ديالها هي جوج على 15، سير حسب ليه اكس كتساوي عد. يعني البروبا ديالها واكس كتساوي زوج شنو المعنى ديالها وحسبها. هذا هو لا لوا ديال هذاك الفاريابل الياتوار. دونك غادي نجي هنا، غادي ندير هنايا بي اكس كتساوي واحد وهنايا بي اكس كتساوي زيرو، وغادي ندير واحد لا ميثود باش نشوف هذا الشيء واش صحيح ولا لا. دونك هادي راه ديال هادي. دونك شنو المعنى ديال اكس كتساوي واحد؟ كاينه كره خضراء هي اللي كاينه وحده، دونك غادي ندير سي واحد من جوج، خدينا وحده من جوج خضرين مضروبه في سي اش 3، خاصني 3 حيتاش فاش كندير الضرب كنقول عندنا واحد خاصني 3، ها هي باش اون جينيرال كنسحبوا 4، دونك 3 من 8 على 210، ها هي. دونك غادي نجي نحسب 2 ان سي ار 1 مضروبه في 8 ان سي ار 3 تساوي 112، دونك هادي هي 112 على 210 تتساوي، نديرها الاختزال 212 قسمها على 210 هي 8 على 15. غادي نمشيو للبي اكس كتساوي زيرو، ما كاين حتى شي كره خضراء، يعني الخضراء غادي نحيدهم. شحال هما؟ جوج، بغيت نحيدهم. شحال كنسحب انا اصلا؟ كنسحب 4، حيد ليا جوج خضرين بقات عندك 8 على 210 تساوي، دونك 8 ان سي ال 4 تساوي 70 على 210 تساوي، دونك غادي نديرو 70 ونقسموها على 210 تساوي 1 على 3. غادي ندير واحد القضيه هنا باش نعرفوا ان هاد لي فالور صحاح. اشنو غادي نديرو؟ نجمعوهم كاملين وخليهم من نفس المقام، يعني تجمع هادي مع هادي مع هادي، دونك 70 ها هي غادي نديرو 70، ما عادش نجمع واحد على 3 لا، حيتاش هادي مع هادي ما عندهمش نفس المقام، دونك نديرو 70 على 212 زائد 128، دونك هي 28 زائد 112 زائد 70 شحال كتساوي؟ ها هي 210، 210 قسمتها على 210 كتساوي 1. دونك فاش كملنا هاد لي فالور ديال اكس غادي نمشيو نحسبو هاد الامل الرياضي، ولكن من الاحسن هاد لي فالور اللي حسبنا هنايا نبريزونتيهم في واحد لو طابلو هنا. دونك غادي ندير واحد لو طابلو وغادي نحط هذاك الشيء كامل اللي خرج لي هنايا، دونك غادي نتراسي واحد لو طابلو هنايا. هنايا كندير اكس اي
وانا كندير بي ديال اكس كتساوي اكس. دونك لي فالور اللي عندنا هنايا اشنا هما؟ عندنا زيرو وعندنا واحد وعندنا جوج. دونك صفر قلنا ما كاينه حتى شي كره يعني خضراء، دونك شحال عطاتنا؟ عطاتنا 70 على 210، 70 على 210. والاخرى واحد عطاتنا 112 على 210، والاخرى عطاتنا 28 على 210. دونك 28 على 210، والى حسبتي هادو تلقى واحد. دونك غادي نمشيو ونحسبوا الامل الرياضي. دونك الامل الرياضي لا فالور ديالو راه ساهله او اكس. دونك غادي نجي هنايا ونكتب او اكس شحال كتساوي، هو راه ديجا عطانا لا فالور اللي هي 4 على 5. دونك اشنو كندير؟ كندير اكس اكس اي اللي هي يعني القيمه ديالها في البروبا ديالها، وغادي هكاك يعني كل فالور كنضربها في البروبا ديالها. يعني بغينا ندير هنايا 0 فوا 70 على 210 زائد 1 مضروب في 112 على 210 زائد 2 في 28 على 210 ونحسب. دونك هادي 0 غادي تمشي، 1 في 212 112 عفوا بتبقى هي هذيك، زائد دونك 2 في 28 اللي هي 56 على 210 تساوي. دونك المقام واحد اللي هو 210، دونك هنا 56 هي 178 عفوا 168 تساوي. نحسبها واش بتعطينا 4 على 5 ولا لا. دونك 168 قسمناها على 210 تساوي 4 على 5. ها هي دونك 168 قسم على 210 4 على 5 هي اللي عندي هنايا في الجواب. دونك تساوي 4 على 5. وبهذا نعم سيدي غادي نكونوا كملنا التمرين اللي هو الوطني 2017 الدورة الاستدراكية. كان معكم الأستاذ يوسف، ما تنساش دير واحد التعليق زوين وبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك، ونتمنى إن شاء الله هذا التمرين يكون في المستوى. اللهم يسر يا شباب.